على فوز شعاره وتحقيقه بالمركز الثالث وهو الغربي. نعم نهني ابو زايد على هذا الناموسي والإخوة الافاضل. التواصل يستمر والتواصل لا زال متواجد هنا على ارضيه هذا الميدان، ميدان الشحانيه، وايضا تواصل اشواطنا في هذا اليوم لا زالت مستمره، وشوطنا التاسع يستعد للانطلاقه ومع احد الزملاء، او التاسع عشر، نعم التاسع عشر يستعد للانطلاقه ومع احد الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نرحب بالجميع بهذا الانطلاق وهذا التحدي. شوطنا التاسع عشر الذي أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات في هذا اليوم، يوم اللقايا ويوم المتعة والإثارة في ميدان التحدي. في هذه الانطلاقة نتقدم بالتهاني والناموس لكل الفائزين بالأشواط الثمانية عشر التي مضت، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين بالأشواط القادمة وفي قادم الأيام. مشاهدينا الأعزاء، شوط خاص بالأبكار اللقايا، وناخذ أفعال اللي في مقدمة هذا الشوط. تعود ملكيتها لفيصل بن ناصر بن ترجم في أول الأسماء وأول المنطلقين، بينما النقلة التالية على المركز الثاني نرحب بقدوم المسك وهذا شعار هزاع بن حمد بوشريده المري في المركز الثاني، بينما النقله الى المركز الثالث وهذا شعار غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، هذا شعار فراعه شعار النواميس، شعار اعلان وبيان، شعار الطاير والاسماء الكثيره، بينما النقله التاليه على المركز الرابع وهنا شعار البريدي قادم. شعار البريدي قادم في هذه اللحظات مع بنت الظبي او شعار بن زفران، مسفر بن زفران المري في المركز الرابع يقدم لنا بنت الظبي مع المركز الرابع، ونرحب بالمركز الخامس. هذا شعار الشاهنية اللي فازت بهذا اليوم، شعار السيد سهيل بن غانم بن حميد النعيمي اللي وصلت واسمها جبارة، وهذه النتيجة للخمسة مراكز المتقدمة أعلناها على مسامعكم في انطلاقة هذا الشوط، انطلاقة أشواط اللقاية وهذا الشوط خاص بالأبكار. مشاهدينا الأعزاء، أعود إلى أفعال، وأفعالها الناموس وأفعالها الفوز والانتصار. فيصل بن ناصر بن ترجم في أول الأسماء وأول انطلاقات هذا الشوط، المركز الثاني فراعة، وهذه سلالة فراع الأصيلة، يبدو أن هذا سلالة فراع، اسم كبير، فراع غانم بن منصور آل سيف الخيارين يتقدم مع المركز الثاني وبمشاركاته قوية. يا سلام، المركز الثالث بنت الظبي، وبنت الظبي تعود ملكيتها لمسفر بن سفران المري في المركز الثالث، بينما النقلة التالية مع شعار بوشريده. يا سلام، هزاع بن حمد بوشريده المري في المركز الثالث يقدم لنا المسك، وهذه المسك في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس وتواصل من جبارة، الملكية تعود للسيد سهيل بن حمد، سهيل بن غانم بن حميد النعيمي في المركز الخامس. مرة أخرى أنهينا هذا النداء ولم يتغير جديد في الأسماء ولم يتغير أي اسم، ننتظر الكيلومتر الأخير وننتظر تدخل الشعارات الكبيرة التي لم تدخل عالم الإذاعة، ولكن إلى أفعال، ننطلق، إلى أفعال نعلق، إلى أفعال نتابع هذه المسيرة، مسيرة اللقاية مشاهدينا الكرام. وهذه صاحبة الشوط الأول الرئيسي وصاحبة أفضل توقيت سلهود الملكية تعود لصالح بن حمد بن عبيد بن قبعان المري، توقيتها الزمني 7 دقائق 47 ثانية 98 جزء من الثانية، وهذا هو التوقيت على شنق قناة الريان. تشاهدون أفضل توقيت، وما زال صامدا تحت أقدام سلهودة، وذهبت سلام والتحية والناموس إلى المملكة العربية السعودية في أول أشواط هذا الصباح. إذا مشاهدينا الأعزاء،
تبقى 6 أشواط، ربما يتحطم التوقيت، لكن سوف تشاهدون هذا اليوم 25 شوط حافل بالإنجازات، حافل بانطلاقات اللقاية في الفترة الصباحية. مشاهدينا الأعزاء، نعود مع شوطنا ومع أفعال مسيطرة، أفعال منطلقة مع المنعطف الأخير، وثلاثة كيلومترات راح الكثير وتبقى القليل يا مضمرين الأعزاء. كيلوين عن الناموس، كيلوين، وعند لوحة كيلوين نعلن لكم إعلان هام للمضمرين. تبقى 2000 متر، يلي بتحرك، يلي بتوجه، يلي بتشغل الجهاز. يا سلام، أفعال تسيطر، أفعال هي الأقرب إلى الفوز، إلى الناموس، إلى الانتصار، مع شعار السيد فيصل بن ناصر بن ترجم. يا سلام، القادمين يريدون الناموس، مع شعار بن سفران، مع شعار غانم بن منصور آل سيف الخيارين. يا سلام، المركز الرابع، وهذه خطيرة، وهذه انطلاقتها خطيرة، مع المسك وبرائحة المسك، مع شعار هزاع بن حمد بشريده المري في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، وصول المركز الخامس، شعار البريدي قادم، مرحبا بك يا البريدي. الشاهرية لحمد بن حسين، حمد بن جرالله بن علي بن حسين البريدي في المركز الخامس. خلاص 1500 متر، 1500 متر يا مضمرين، يا مشاهدي قناة الريان، بهذه الانطلاقات، بهذا التميز الجديد، بهذا الإبداع المميز في ميدان التحدي، في محلي الرابع في الفترة الصباحية، في مرحلته الأولى، بنت الظبي مع مسفر بن سفران المري، يريد أن يسافر بالفوز، يسافر ويظفر بالناموس. هيهات من القادمين، هيهات، مع شعار غانم بن محمد أو غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. نار على علم هذا الشعار، نار على علم، مع شعار فراعة. يا مرحبا بالقدوم، يا مرحبا بهذا السيد الجارف. اختلط الحابل بالنابل، ولحظة قادمة محمد بن مبارك بن عبد الله بن خليفة. يا سلام، ناخذ المركز الثالث، وصلت من الجانب الآخر الجازي، وشعار حمد بن صالح بن حموله، وايضا المتحده حمد بن سعيد بن علي البريسي المري. يا هل ترى لمن الفوز والناموس، يا هل ترى الكل حاير ماذا جرى في ميدان التحدي مع اشواط اللقايه. يا سلام، اشوف الخطير من الجانب الاخر، اشوف المبدعه قادمه، الواعيه ووعت الواعيه مع طالب بن سعد بن طالب المري. يا سلام، المعركه ما بين ثلاث، المعركه ما بين اربع اسماء، والله الكل حاير. الناموس وين؟ الناموس وين؟ التحدي وين؟ وهذا الانطلاق، الناموس وين؟ انطلاقة الذهبة، الدكتور راشد بن حمد بزفنه العفاري. هل العين قادمين. يا سلام، يا سلام، بالخليفة قادم، محمد بن مبارك بن عبد الله بن حمد الخليفة. ضيوفنا الأعزاء، أم هنا هل الشحانية؟ المعركة طاحنة، المعركة لحظة مع اللحظات الأخيرة. حرك الجهاز وانطلق إلى بحور الأصالة، ولكن سلامي وتحياتي لمالك هذا الشعار محمد بن مبارك بن عبد الله بن محمد الخليفة. لحظة ولحظة النواميس، أجمل لحظة، لحظة الفوز، أجمل لحظة، لحظة معانقة خط النهاية. تهاني لمحمد بن مبارك بن عبد الله بن محمد الخليفة. المركز الثاني من وصلت الذهبة، دكتور راشد بن حمد الزفنة العفاري، تهانين وناموس. المركز الثالث، وصلت إعمار أو المتحدة لحمد بن سعيد بن علي البريس المري. وفي المركز الخامس وصلت براقة لعبد الهادي بن خليبة منصور الشهواني الهاجري. تهانين وناموس لمالكي لحظة. هذه لحظات وصول لحظة، ولحظة وصول لحظة، ولحظة توقيت لحظة. 7 دقائق 51 ثانية و 16 جزء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن محمد الخليفة، يستاهل الناموس وأهل الدوحة. المركز الثاني، وصلت هنا، وصلتنا الذهيبة للدكتور راشد بن حمد بن زفنه العفاري. توقيتها الزمني 7 دقائق 52 ثانية وجزئين أو 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، من وصلت في المركز الثالث، وهذا
شعار حمد بن سعيد بن علي البريس المري واسمه المتحدة. 7:54 18 جزءا من الثانية انطلاقه جديدة، وبصوت الزميل مطلق بن علي العنزي.